وبدايتنا من أخبارنا المحلية، والمنتخب الوطني واتحاد الكرة يؤجل مناقشة راتب كوبر بعد الانتهاء من مباراة غانا. يسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة لحل أزمة راتب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث سيصل راتب كوبر إلى ما يقرب من 1,300,000 جنيه شهريا، حيث يتقاضى كوبر 72,000 دولار شهريا، وهو ما يراه مسؤول الجبلاية مبالغا فيه. وكان مجلس اتحاد الكرة قد اتفق على حصول كوبر على نصف راتبه بالجنيه المصري، وهو ما سيناقشه مجلس الجبلاية في اجتماعه المقبل بعد مباراة المنتخب أمام غانا والمقررة لها الأحد المقبل بتصفية كأس العالم 2018 في روسيا. وإلى القلعة البيضاء، ومؤمن سليمان يقود ميران الزمالك اليوم بعد موافقته على بقاء الجهاز المعاون. أعلن مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك استمراره في قيادة الفريق بنفس تشكيل الجهاز المعاون بعد الجلسة التي عقدها مع رئيس النادي في مقر مكتب الأخير بالدقي، والتي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وأكد خلالها أنه سيتواجد في ميران اليوم بعد الاتفاق على عدم إجراء أي تعديلات في الجهاز الفني مثلما طلب مؤمن سليمان. ويتكون جهاز الزمالك من إسماعيل يوسف مديرا للكرة، ومؤمن سليمان المدير الفني، ومحمد صلاح مدرب عام، وعلاء عبد الغني مدرب، وأحمد عبد المقصود مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، وحمادة أنور مدير إداري. أما عن القلعة الحمراء، فحسام البدري يقود ميران الأهلي اليوم بعد العودة من كندا. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء تدريباته استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة التاسعة لبطولة الدوري. ومن المقرر أن يظهر حسام البدري المدير الفني في ميران اليوم بعد العودة من كندا التي سافر إليها لزيارة أسرته هناك. واستقر الجهاز الفني للأهلي على خوض مباراتين وديتين يومي الخميس والأحد المقبلين أمام جنيس أحد أندية الدرجة الثانية وسيراميكا كليوباترا استعدادا لمباراة الإنتاج. وإلى الدراويش، وبنهيني يتراجع عن سحب شكواه ضد الإسماعيلي بالفيفا بسبب مستحقاته. قرر الغاني إيمانويل بنهيني مهاجم الإسماعيلي الاستمرار في الشكوى التي تقدم بها ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي طالب فيها بفسخ تعاقده مع الدراويش لعدم حصوله على مستحقاته على الرغم من العفو عن اللعب، وإنهاء تجميده من المشاركة في المباريات. وكانت إدارة الإسماعيلي قد قررت تجميد المهاجم الغاني قبل مباراة الفريق أمام سموحة بسبب رفضه التنازل عن شكواه ضد النادي بالفيفا قبل أن ترفع الإدارة عقوبة التجميد، بعدما تعهد اللاعب بالتنازل عن شكواه بعدما حصل على وعد من إدارة الدراويش بصرف مستحقاته المالية بشكل منتظم، وهو ما لم يحدث حيث استمرت شكوى بنهيني في الفيفا. وإلى سيد البلد، واتجاه في الاتحاد السكندري للموافقة على إعارة الأدهم للمريخ السوداني. يدرس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الدكتور محمود مشالي الموافقة على انتقال عاشور الأدهم نجم وسط الفريق لنادي المريخ السوداني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 1.5 مليون جنيه، في ظل سعي الإدارة لإنهاء الأزمة المالية التي تتسبب في تأخر صرف رواتب اللاعبين. واشترط مسؤول زعيم الثغر الحصول على موافقة كتيبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة مختار مختار على رحيل الأدهم الذي وعد من العناصر الأساسية للفريق، مع التعهد بتوفير بديل للاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل على نفس المستوى للحفاظ على قوة صفوف الفريق.
مشاهدينا انتهت أخبارنا المحلية.